طيب كمان عندنا خبر ان برشلونه بيغري نجم طبعا كوت ديفوار كيسيه. طبعا كيسيه ده لاعب مميز جدا، لاعب ساحل العاج، ونادي برشلونه بيسعى للحصول على توقيع هذا النجم الكبير، وطبعا من خلال ميلان الايطالي ستيفان كيسيه. طبعا خلال الفتره المقبله عرض كبير جدا جدا من ميلان، بيتكلم في 6.5 مليون يورو سنويا. طبعا كيسيه في الفتره الحاليه هو افضل لاعبي خط الوسط في العالم، بيقدم اداء ولا اروع مع خلال طبعا الميلان في الدوري الايطالي، وكمان هو حر، يعني كمان هو عنده صفه ان هو يعني يقدر يغادر ميلان في الفتره الصيفيه او في الانتقالات الصيفيه. طبعا شارك ستيفان كيسي مع كوت ديفوار زي ما حضراتكم عارفين في كاس الامم الافريقيه الاخيره، لكن كان تعرض لاصابه مع في مباراه مصر بدور ال 16 ورجع طبعا للميلان في ايطاليا، وكشفت يمكن يعني الانتقالات الاخيره كشفت ان فعلا اقترب بشده من طبعا التعاقد مع فريق كبير، طبعا فريق ميلان الايطالي اللي كمان بينافس دلوقتي على الحصول او الفوز بالسيريا اه. كمان زي ما بقول لحضراتكم ان برشلونه كان عنده كمان عروض من برشلونه، كان برشلونه مهتم جدا بهذا اللاعب، وكان يعني هيحاول يقدم له عقد مغري جدا جدا جدا. وزي ما بقول لك برشلونه خلاص تقريبا، حتى انا عندي بعض العلاقات او بعض الصحفيين هناك في ايطاليا بيقول انه خلاص تقريبا مضى عقد يعني من خلال التعاقد وخلال وكيل اعماله، وانه يحصل على مبلغ 6.5 مليون يورو في السنه. كيسيه طبعا اكيد مكسب كبير جدا جدا لبرشلونه اللي بيحاول بقدر الامكان التعاقد مع لعيبه مميزه. شفنا اوباما يانج ما حققه مع برشلونه لغايه دلوقتي، فبقول لحضراتكم الميركاتو الصيفي هيكون مشتعل ومشتعل جدا جدا جدا.